الحمد لله، مبسوط جدا ان انا عملت اللي انا عاوزه. ده قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، مفاجاه هتعجبكم داخل الفيديو. اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه ان انت بتسعد نفسك. اوعى شيء يعطلك عن سعادتك او عن الشيء اللي انت بتخطط ليه، احلامك وطموحاتك. يلا نبدا الفيديو، ما تنساش داخل الفيديو في مفاجاه حلوه قوي، ومش هوصيك بقى اللايك والاشتراك لو بتشوفني لاول مره، والتعليق الظريف، وقول كل اللي في قلبك. صباح الفل، يلا بينا. يلا بدي يا عم. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم، اخباركم ايه؟ معايا عبد الله ومعايا واحد عسل. ايه رايحين مشوار؟ احنا رايحين فين يا ناصر؟ رايحين نشتري ايه؟ رايحين نشتري موبايل. موبايل؟ موبايل يا ظالم يا ظالم. ليه ظالم ليه؟ تريد تشتريه ب 1200 يورو. الحق بقول لك 1200 يورو. 1200 يورو. ها؟ بيطبق كده اهو. ده يا خالد، عارف ال 1200 يجيب لك سياره؟ لا سياره. لا انا ما بدي سياره، يا عم بدي الهاتف. يا عم يا خالد، هذا كله. اي والله، هذا كله. اي والله، ما قلتش هجيب يا جماعه ايفون 14، قلت هجيب السامسونج. ده عاجبني، وبصوا عاجبني جدا، بس انا جبت الحديث لسه نازل، هو ثمنه 1170. قلت ال 30 دول هنجيب بيهم جراب ونظبط الدنيا، صح؟ يا خالد الله عليك، لو تشتري لك سياره ب 1200 مو حرام عليك؟ والله والله الفلوس كتير، والفلوس اهي كمان. بص اهو، دعك دعك الدولار، يورو يورو، وعك سياره. حاجه وقعت فلوسي شقى عمري. يورو فلوس اليوتيوب. يابا اليوتيوب. اه يابا قوي، ما انت شفت يابا قد ايه؟ كل يوم كل يوم 58 يورو. دولار ولا ايه؟ ده دولار كمان، بس الدولار عادي. يلا يا جماعه هاتيكم معانا ان شاء الله باذن الله، هنجيب التليفون وهنفرجكم عليه. يلا يلا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معلش بقى، مناصر اهو معايا، اهو ما كانش اتصور معانا. التليفون ده عاجبني قوي من ايام ما نزله، اللي هو الفليب 3 زد 1200 1170 عشان احنا حلفنا، عشان 1200 كاش حق سياره يا خالد. والله حق سياره يا عم، ولا يهمك يا عم، الفلوس كتير، الفلوس اكوام اكوام في الفسحه. عاد مشان يسوي يسكروا هيك يفتحوا. لا هو انا جايبه بصراحه عشان هينفعني جدا في التصوير، وهيساعد مع التليفون ده عشان الحمل على التليفون ده، وانا معايا تليفونين على فكره، فده هيساعد يعني ان شاء الله باذن الله. وانتوا عارفين ان انا دايما بشارككم في كل شيء بيخص حياتي. بس يا خالد لو انك مشتري سياره، خلينا نروح نتفسح شيء. الدراجه الدراجه ما هي بثمن عربيه والله العظيم. اي والله، دراجه والبسكليت. الدراجه والتليفون، يعني انا عندي عربيتين كده الحمد لله. خير، اصرف ما في الجيب يجيك ما في القيد. اه واليوتيوب بيدي. عربية. مبروك مبروك مع و 1100. مبروك، الله يبارك فيك. ثمن عربية. مبروك يا عمي، مبروك. الله يبارك فيك يا جماعة. مبروك مبروك يا عمي، مبروك، شايف خيره. الله يبارك فيك، هذا مساعد ان شاء الله. 1200 يورو. روح 1170 ما تخمش، هنجيب جراب ب 30 يورو. يعني 1200 يورو، يعني ايش؟ 1200 يورو. اشتري عرباي، يضحك العرباي، اربع دواليب ودرقسون يا عمي. راح اشترى لي، راح اشترى دراجه بثمن عربيه، واشترى هاتف بثمن عربيه. يا اخي ريت عرباي عرباي عرباي. الحمد لله اشتريت التليفون اللي نفسي فيه، وقعدوا يقولوا لي بلاش، ما تشتري عربيه احسن، مش عارف ايه. انا دماغي كده، انا عاوز اشتري تليفون، انا بحب التليفون ده من اول ما نزل، اول موديل ليه اللي هو فليب زد 3، فكان عاجبني جدا الفتحه دي والشاشه الخارجيه اللي بره، يعني عارف في شويه حاجات كده انت عارف انت هتفيدك في ايه، لان انا ما عنديش كاميرا، انا عندي تليفونات، ودايما بحب التليفونات. ليه؟ لان التليفون تعمل عليه المونتاج، بتعمل عليه اي شيء، لكن الكاميرا بقى تحتاج كمبيوتر وفيلم وقصه، انا جربتها دمها ثقيل جدا. فانصح اي حد بيعمل محتوى في اليوتيوب يجيب تليفون منه، يستخدمه تليفون استعماله الشخصي، وفي نفس الوقت يصور بيه ويستعمله، والتليفون ذاكرته 256 جيجا ورماته 8 جيجا. عبد الله وناصر وعبد الرحمن قالوا لي خالد ما تستنى البلاك فرايداي، قلت لهم لا انا ايه عاوز اجيبه، ما بحبش ايه اخد الحاجه لما الجميع يشيلها. انا قلت ايه مش مشكله الغلو دون، لكن هشيل حاجه يعني الى حد ما مفيش حد شايلها، ودي اهم حاجه في الموضوع. انت بتستمتع بالحاجه وبعد كده لما تزهق منها ابيعها براحتك، ولو ان انا ما بحبش البيع كمان.
ايه رايك في الجوال يا حاج عبد الله بجد؟ نفتح نفتحه دلوقتي؟ لا 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 يا عم سيبه في البيت، بلاش البيت احسن. طيب هحكي لكم حكايه بمناسبه ايه اللي الواحد لما بيكون مستعجل ان هو يفرح بالحاجه. مره اشتريت كاميرا سامسونج في اوكرانيا الكلام ده، وكان معايا واحد صاحبي وقعدت اقول له استنى هفتح الكاميرا، يقول لي يا عم تفتحهاش، هنفتحها في البيت، هنفتحها في البيت، هنفتحها في البيت. ايوه والله العظيم يا عبد الله فتحتها من هنا على طول، دوست باور، حطيت البطاريات ودوست باور والكاميرا اشتغلت سبحان الله. وفجاه كان حد شالها من ايده وراح نزعها في الارض. والله نفس الفكره اللي ببالي. والله العظيم ما نفعتش، التوكيل قال لي ما ينفعش عشان الكسر دون مش عيب منك، مش عيب مصنع، وكده خرجت من الضمان. طب حاولت اصلحها ما عرفتش اصلحها، اضطريت ان انا اشتري واحده مستعمله من اوليكس. ماشي عبد الله خايف عليها، خايف عليها زي حالات حتى بالغلاف خايف عليها يا عم. لا ماشي حبيبي القلب، صباح الفل، صباح الفل يا رجاله، صباح الفل. ماشي يا عم مش هخاف عليها، صباح الفل يا جماعه. الله يبارك فيك يا عبد الله، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. طبعا صحابي ما بيسيبونيش، انا بجرب ما قلت لهم الفكره هم صراحه قالوا لي ايه استنى معاك. لا انتوا قلتوا ايه؟ قلتوا استنى خالد البلاك فرايداي الجمعه السوداء، الجمعه السوداء يمكن تبقى ارخص، تبقى مش عارف ايه. قلت لهم لا انا بصراحه مش عاوز الحاجه، ما بحبش الحاجه. كبرت كبرت دحين، هي كبرت في دماغي زي ما بيقولوا. الا دلوقتي الليله يا عمده، الليله يا عمده. صباح الفل. عبد الله راح التواليت وانا قاعد مستنيه على محطه القطار في البنهوف جنب البيت عندي. فالمهم عاوز احكي لكم على حاجه، انا كان قدامي ان انا اشتري ايفون 14 وما رضيتش بالايفون 14 برو ماكس، هو فرقه 400 يورو عن التليفون ده، يعني السامسونج ارخص ب 400 يورو تقريبا. فقلت اشتري اللي انا حبه، انا طول عمري مش بحب الايفون، ايفون فخامه وامكانيات وكل حاجه، بس انا كان عندي الايفون في البيت في اوكرانيا ما كنتش بستخدمه، كنت راكنه في الدولاب، كنت دايما بحب يا اشيل اللي هو الشاومي او الاكساومي او السامسونج، يعني ايا كان يعني. فالحمد لله جبت الشيء اللي انا نفسي فيه. تصوروش يا جماعه والله انا سعيد قد ايه النهارده. طبعا انا ما كنتش قلت في القناه، كنت دايما بتوه بعض الناس عشان انا ما بحبش اريح حد، ما بحبش اريح حد بمزاجه هو، بحب اريح بمزاجي انا بعض الناس. لكن انتوا حبايبي دايما بحكي لكم على كل شيء، ولكن استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. التليفون ده المفروض ان انا كنت جبته من شهر تقريبا اول ما نزل، فضلت اجل موضوع النقل اللي مش عارف الشقه الجديده ايه ايه ايه، بيجي لك حاجات كتيره قوي بتعطلك، ولكن الحمد لله طالما انت حط في دماغك شيء فالحمد لله رب العالمين الشيء ده حققته. انا دايما بستعين على قضاء حاجتي بالكتمان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحمد لله خير 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 خير. طول ما انت مع الله ربنا بيرزقك، بيرزقك بكتير قوي، عشان انت نيتك صافيه، عشان انت دايما بتشكر ربنا وبتحمد ربنا دايما في السراء والضراء، في اي مواقف بتقول الحمد لله، سواء المواقف دي بتبقى ضرر ليك او خير ليك، في كلتا الحالات بتقول الحمد لله. وطول ما انت بتقول الحمد لله ربنا بيكرمك. ولازم اشكر ناصر واشكر عبد الرحمن واشكر عبد الله، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فبشكر كل اصدقائي، الناس الحلوين، الناس المحترمه اللي وقفت جنبي ودايما بتدعمني، واقفه جنبي بحب وباخلاص، ما بيمشوش معايا عشان مصلحه، ما بيمشوش معايا عشان هم محتاجين مني حاجه، بالعكس انا اللي محتاج لهم ان هم يكونوا واقفين جنبي، يكونوا اصحابي الحقيقيين فعلا اللي انا اقول انا خرجت بيهم من الدنيا. انا طول عمري مش بصاحب اي حد، وماليش حظ فعلا في بعض الناس اللي انا بثق فيهم، يعني بتعرف ناس سبحان الله بتطلع دون المستوى، والحياه تجارب الحمد لله رب العالمين. ولكن الحمد لله ربنا من عليا بعبد الرحمن وعبد الله وناصر، افضل اصدقاء انا عرفتهم هنا في المانيا. تليفون ما فتحتوش لحد دلوقتي، قلت افتحه في البيت عشان الواحد يبقى يعني على هدوءه، لو التليفون فيه مشكله هقول لكم ان شاء الله باذن الله، ولكن ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيه اي مشكله ومش هيتعبني، والله كريم. وما زلت منتظر عبد الله في التواليت في محطه البنهوف. يلا يا عبد الله، يلا يا عبد الله حبيب القلب، يلا. مش عارف راح فين عبد الله، منتظره قاعد على المحطه هنا بتاعت الترماي، والله كريم ان شاء الله نروح نقعد في مكان ظريف هنا وربنا ييسر الحال ان شاء الله. لحد ما يجي عبد الله ندردش مع بعض شويه. في ناس تقول لي الموقع بتاعك رهيب، يعني موقع رهيب، وما زلت لحد دلوقتي مش مقتنع بالمكان، ممكن اغير وادور على سكن جديد عادي مفيش اي مشكله، ولسه مش عارف الايام اللي جايه هتعمل ايه. هركز بس في الايام اللي جايه دي على الكورس واخلص، وبعد كده اشوف موضوع البيت دون انقل في بيت جديد او اخليني زي ما انا، الله اعلم بالظروف.
الدنيا فيها ايه، ربنا سبحانه وتعالى ييسر الامر وييسر الاحوال ان شاء الله. في اوبشن هنا في المانيا ممكن تشتري تليفون بالقسط، ممكن تشتري عربيه بالقسط. والله كل اصحابي حتى عبد الرحمن قال لي خالد اشتري قسط، قلت له انا ما بحبش القسط، ما بحبش حد يطالبني او يضايقني او يقول لي انت عليك فلوس او بتاع، الحكايه دي بتضايقني قوي. اه والله العظيم طول عمري بشتري حاجه طالما فلوسها معايا، ما بحاولش ان انا اضغط على نفسي، ما اضمنش ظروف بكره ايه، ممكن ابقى عاوز امشي، اقعد ادور بقى ان انا اخلص من قصه تليفون او اخلص من قصه كذا قسط ولا بتاع. لا، عاود نفسك تشتري حاجه كاش توفر فيها، في نفس الوقت بتريح دماغك، مفيش حد بيطالبك بشيء. في ناس بتحب القسط عادي، كل واحد حر، لكن انا من النوع اللي ما بحبش موضوع القسط ده خالص والله. الحمد لله رب العالمين، طالما فلوس الحاجه بتبقى موجوده في جيبك اشتريها، لو مش موجوده حاول تدبرها، حاول تحوش، حاول تظبط نفسك لحد ما تشتري الشيء اللي انت عاوزه، وابعد دايما على القسط. القسط بيبقى فيه فوائد كتير، بيبقى فيه فلوس زياده، ما تضمنش ظروفك، يمكن انت يجي لك سفر، يجي لك اي شيء، فالقسط ده هيعطلك كتير قوي. وشفت ناس كتير قوي اصدقائي كانوا في مصر جات لهم فرص حلوه وكانوا واخدين قروض او واخدين حاجات بالقسط، فكانت دي بتعطلهم لحد ما يخلصوا، ولكن بتعطل. طب وليه ما بقاش صباعي تحت دس حد؟ خليك دايما حر نفسك. انا دايما بحب ابقى حر نفسي، صح؟ عبد الله جاو، تخيلوا الساعه كام يا جماعه دلوقتي؟ الساعه 7 الا 12 دقيقه، تحس ان الجو الساعه 3 الفجر. بصوا المواصلات عامله ازاي، سبحان الله. ايه يا عم التاخير ده؟ ها توت ايه؟ لا والله توت صح، حتى المسافه دي. يا يلا الحمد لله، الحمد لله. يلا بينا نروح نقعد على اي حته كده. يلا يلا بينا. قلنا نخش البنهوف انا وعبد الله نشتري حاجه قهوه بارده. قهوه بارده انت برضه، انت برضه مصمم برضه على القهوه البارده؟ ماشي يا عم، ماشي ماشي. ناوي غرمنا النهارده حلاوه التليفون، ماشي مش مشكله، مش خساره فيه، مش خساره فيه. هناخد دوره كمان يا عم، خد اللي انت عاوزه يا عم، خد اللي انت عاوزه يا عم عبد الله. يا عم خيرك علينا والله، خيرك علينا والله يا عبد الله، خيرك علينا. الله الله. اشترينا من الليدل من ورا قهوه بارده، ودبسني برضه في القهوه البارده عبد الله. ينفع الكلام ده يا عم عبد الله؟ ها حلاوه ايه؟ حلاوه الموبايل قهوه بارده. ها قهوه بارده على حسابك بقى. لا حلواني حلاوه الموبايل. اتفضلوا معانا قهوه، وريني فين قهوتك يا عبد الله. ايوه يا عم هات، وريني يا عم القهوه. بص الحجم العالي اللي افترى بقى، حلاوه التليفون. ربنا ييسر الحال. عم الحاج جه قاعد جنبنا اهو، الله اكبر، مش عايزين نصوره. بقول لك يا عبد الله انا عاوز افتح التليفون دلوقتي. هك الا في البيت، هنا في البيت. ها بس صمم والله، قلت له كذا مره اه صبر والله، خد نايبك صبر. ان شاء الله باذن الله افتح لكم التليفون في البيت بعد ما نمشي من المكان. قلنا نيجي نقعد هنا ندخن سيجاره ونقعد نشرب القهوه. طفشنا من مين يا عبد الله؟ طفشونا يا عم الخمر جاي. اه والله العظيم طفشونا الخمر جاي. قعدنا بره المحطه وبعدين جالنا واحد سكران استقصدنا. اه والله وريحته فظيعه، ريحته فظيعه. المهم ايه، سيبناه ومشينا. رحنا قعدنا جنب واحد لابس لبس كويس شويه، وراح ايه لا برضه شارب ومتنايل وقاعد ماسك التليفون بتايه باين ولا متنايل على عينه. قلت له بقول لك يا عبد الله بلاها السجاير، خليها قهوه من غير سجاير. اه والله العظيم يعني يوم التليفون ده هيبقى يوم علامي الصراحه. صح عبد الله موعودين، والراجل السكران الثاني رجع ثاني. اه ورجع ثاني الراجل الثاني. فيوم يعني ما شاء الله، بس احنا الحمد لله عدلنا القصه وجينا قعدنا هنا في المكان ده انا والراجل الطيب ده. صباح الفل يا عم عبد الله. كده هيبقى نهايه الفيديو بتاعنا لان طولت كتير قوي، وعبد الله عاوز يروح والتليفون بقى افتحه في البيت وهوريه لكم، ولو في اي عيوب او اي شيء هقول لكم عليه. مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، اتمنى تحققوا احلامكم، ربنا يكرمكم كل اللي بتتمنوه. احنا لسه ما زلنا في خط البلد، نشوفكم على خير. خلي بالكم من نفسكم العرب، صباحكم ورد وعسل، السلام عليكم. رجعت البيت الحمد لله، وادي التليفون الجديد سامسونج جالاكسي زد فليب 4، ذاكره داخليه 256 جيجا. نفتح بقى ونشوف في ايه جوه العلبة. يا مسهل حال يا رب. متحمس جدا ان انا افتح الكرتونة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفتكروا هيبقى على قد الفرحة بتاعتنا؟ يا صلاة النبي احسن. طب فين ال
هنا العلبة دي فيها ايه؟ فيها فيل. العلبة دي فيها فيل. هنا فيها وصلة. وصلة الشاحن. وادي التليفون. خلي السكينة دي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا. اهو بس طبعا لازم اشيل كل اللزق ده. ايوه. ايوه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنخلي دي عشان انا بحب احتفظ بكل حاجة. انتوا اول حد يشوفه. ادي التليفون اهو. ايه رأيكم؟ جامد صح؟ طيب. نفتح باور. بسم الله الرحمن الرحيم. مشينا باور اهو فتحه. بصوا يا جماعة. انا هتجنن عليه عشان كده. في طبعا شاشة خارجية. جهاز رائع رائع رائع. بصوا شكلا وموضوعا وامكانيات وكل شيء. طبعا محتاج جراب. ان شاء الله نجيب له جراب. طبعا عاوز بقى طبعا تدخل بياناتك والموضوع اللي انتوا عارفينه ده. فخلينا نظبط القصص دي كلها وبعد كده اقول لكم الريفيو بتاعه. ادي التليفون. ادي كف الايد. حاجة كده يعني ولا في الاحلام. بصوا عشان طبعا انا ماسك التليفون بايد واحده. الشاشه دي بقى بتصور منها وبتستخدمها كاميرا. بص بتستخدمها حاجات كتير قوي. ده اللي حببني في التليفون كمان اكتر حاجه. خلصت التليفون الحمد لله. زي ما انتوا شايفين الصعيدي. ايه رايكم؟ قولوا لي رايكم. ما تنساش دعم الصعيدي. صباح الفل. وانا عارف ان انت تحبي لي الخير. اشوفكم على خير. السلام عليكم.